السلام عليكم مشاهدين الكرام داخل المغرب وخارجه، أهلا وسهلا بكم، وجئتكم من جديد وبالجديد وبأخبار جديدة من حي الملاح القديم بمدينة الرباط. هذا هو الملاح القديم، زنقة سيدي مخلوف وزنقة الفران. المدينة القديمة الملاح معروفة بهذا الاسم الملاح، يشير إلى أحياء يهودية كان يسكنها المغاربة اليهود بالقدام في عهد ما في تاريخ ما. هنا مشاهدينا الكرام، وحنا كنشاهدوا هذه المناظر الطبيعية والجميلة، منظر بانورامي لضفتي أبي رقراق، ومشاريع تنموية قادمة إن شاء الله، وغادي يكون واحد الكورنيش رائع في هذاك المكان باش ما يبقاش داك الخز باين وداك الربيع تما، يعني الشكل عشوائي ودوك الفلايك مشتتين تما. غادي يكون ان شاء الله واحد التنظيم واحد التأطير بحول الله، غيكون واحد الكورنيش كذلك من هذا الشكل هذا ويجي مشاهدينا الكرام. اذا نرجعوا للموضوع ديالنا، منشآت جديدة في طور البناء والتشييد. شوفوا الدخلة كي دايرة، هذا هو الملاح. لنا مشاهدينا الكرام هنا مشاريع تنموية غادي نهضروا عليها بالتفصيل بحول الله. إذا مشاهدينا الكرام لاحظوا معايا، هذا الشيء زين، هذا الشيء رائع. في البداية هنا كاين حدائق غادي يكونوا هنا، وغتكون واحد طلة بانورامية رائعة وجميلة جدا مطلة على مدخل نهر أبي رقراق، مصب أبي رقراق أمامكم، وطلع على الوداية، وطلع على فندق فيرمونت، وطلع على الإقامة السكنية مارينا ونهر أبي رقراق، ما شاء الله. إذا هنا كاين حدائق غادي يكونوا هنايا، ها هما كيصاوبوهم حاليا. مشاريع رائعة وجميلة، وهنا غادي يكون واحد المطاعم أو مقاهي بواحد الحلة بواحد النظرة جميلة ورائعة. إذا المشاهدين الكرام هذه هي دار الضباغ اللي تحولت إلى مطعم ومقهى بانورامي كي بقلب مدينة الرباط الملاح. إذا من مكان آخر وموقع آخر، طلة بانورامية شاعرية، هذه الأماكن الاشتغال فيها مقهى ومطاعم وفضاء وفضاءات جميلة هناك، محاط بهذا السور التاريخي ذات بعد الحضاري والتاريخي المغربي. وهنا كورنيش سالة الرباط، عفوا الجهة المقابلة مارينا سالة. وهناك باخرة خشبية روعة بما كان. بلاصة فليك
المرور الى الضفه الاخرى مدينه سلا الحبيبه عبر هذا الفليك هما في انتظار طاكسي الغرام. وامامكم المسرح الكبير وبرج زين السمية، برج محمد السادس ما شاء الله.